بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق المحافظة. يا جماعة النهاردة الخميس 11/8/2022، معانا المعلم شايب. معلم شايب صباح الخير، منور الدنيا والله. والله عم ابراهيم صباح الفل، معلم ميلاد منورين والله، كل سنه وانتم طيبين. ايه الحياه الحلوه دي؟ والله الحلو. معلم الشاب يا جماعه دانا من نص السوق، قال لي لازم انزله ده. والله العظيم بقول له للمشاهدين بتاعت قناه المزرعه بس. الله يوسع عليك. ده طلوقه ولا لحمه ولا مش غير عند الشايب النوعيه دي؟ الصلاه على النبي يا معلم. العين البيضاء هذه العين يا جماعه، والعكفه والجدي طلوقه شايب، والسن طلوقه، السن ايه؟ جوز، سنه جوز يا جماعه تبارك الله. طلوقة ماشي؟ طلوقة نار. نار طلوقة يعني. صل على النبي تبارك الله. ما شاء الله. لا هو حلو، الله أكبر عليه. ما شاء الله، الله أكبر. الله أكبر عليه. سلام. بقول له الملك هنا الشايب في الزرباوي. حبيبي يا معلم. حصل يا زرزور ولا ما يحصل؟ يعني العز زرباوي يلاقي؟ يا عم بقول لك نخلقوه ونجيبوه من تحت الارض. صل على النبي عليك يا معلم. اول ناس تعنا احنا هنا في البلد دي. على فكره يا جماعه والله في فصائل عند الزرباوي من بدري يعني. يا زرزور حياه النبي يا شيخ. حياه النبي. ايوه والله اول ناس. ايوه حصل يا عم. اول ناس ومش اول ناس. يعني العز شويه زرباوي يلاقي عندك؟ كثير. صل على النبي. ده عليه ولا في بيع وشراء؟ في بيع وشراء. ايه البيع والشراء؟ وكيلك ربنا ب 3000. 3000. الصلاة على النبي يا عم. اهو ده 3000 يا جماعة. بس يا جماعة الأصناف والحلال يعني حاجة تبارك الله ما شاء الله يعني. معك ده بقى في العنزة دي فيها عشر قريب. عشر قريب دي. الصلاة على النبي. بس لو بعت حبيع على الفاضي. تبارك الله. والله معشرة من الجديدة. الصلاة على النبي يا معلم. تمام. كم يا معلم؟ العنزة دي ب 900 جنيه. ب 900 جنيه تبارك الله. 900 جنيه. 900 جنيه يا جماعة. ده جدي؟ جدي. الصلاة على النبي، كم يا معلم؟ ب 11 ونص. 11 ونص الجدي ده يا جماعة. 11 ونص. سنه يا معلم؟ لباني. لباني؟ جوز. جوز كسرهم جوز. تبارك الله. 11 ونص دي فلوس ولا؟ 11 ونص ولا البيع والشراء؟ لا 11 ونص فلوس. فلوس. عندك النعجة ديات. والله عصوها قالوا عش. تمام. بس انا حبيع برضك على الفاضي. قافله هي ولا لا؟ قافله نعجة كبيرة. الصلاة على النبي. بس اكل شرب على الضمانة كمان. يعني عشر، عشر قريبة نقول. هي والله كل اللي عص قال عشر. تمام. انا عشان ابيع على عشان ابقى خالي مسؤولية. بكام دي؟ ب 17. ب 17 يا جماعة. عندك السخلتين دولة. السخلتين دولة. سخلتين لبنيات. عادي نفلق. نفلق ايوه. هذه سخلتين لبانه يا جماعه. دي جوز. دي جوز تمام. الفلوس الوكيل ربنا دول فلوس. كم يا معلم؟ الفلوس فلوسهم 14 وبشتروا فيهم ب 100 جنيه. فلوسهم 14 واشتروا ب 100 جنيه. اشتروا ب 100 جنيه. ما شاء الله يا معلم الله ينور. جاي لك حاضر جاي لك. لا يا عم احنا. كم التليفون يا معلم؟ والله انا محافظ. عندي ميلاد، عندي ميلاد ماشي. الشايب يا جماعه بيحفظ التليفون بتاعه معلم ميلاد. اصورهم لك حاضر. 012 يا صاحبي. 012 اجي لك والله. 8 8 2 2 9 8 9 8 9 8 3 3 المعلم ميلاد يا جماعه. بارك فيك ابو خالد. منور يا عم ابراهيم. فيش عرض قريب ولا حاجه؟ قريب ان شاء الله يا عم ابراهيم. ان شاء الله استاذ احمد. مش لاقي عدلك في الاسواق دي انت. ما احنا عايزين نفهم المشاهدين ان الاسعار تحولت، اتغيرت كل حاجه. يعني السنه اللي فاتت ده كنت الاقيه ب 1200 يا عم ابراهيم، ابو 3000. صح يا عم الشايب؟ الاسعار تحولت كله ضعف يعني. صح كده؟ والله والله العظيم يعني ثاني 35 في قلب. اللي عايز اوصله لك، اللي انا عايز اوصل المشاهد يعني فاهم، احنا مش عايزين الناس تزعل من الاسعار. النهارده كيلو السكر ب 15 جنيه، ازازة الزيت ب 38 جنيه. ما تجيش عند البهايم اللي شكارت الردة بقت ب 300 جنيه شكارت الردة النهارده. ب 100 ب 290 جنيه عشان نبقى. هي السلعة ب 300 290 جنيه. لو خدت لك توك توك لغاية البيت هتدفع 20، تبقى ب 320 صح ولا غلط؟ ايوه بتبقى ب 300. الله ينور عليك يا عم احمد. هي سلعة، سلعة زي اي سلعة، الغلا لحقها. معلش الناس ما بصاش لكل حاجه، والمال قليل النهارده. الناس ما بصاش لكل حاجه غلي وبصت على حته اللحم. ايوه لا
لحم كله ساير على الكون. احنا شبك قبل الغلا كان ب 120 هذا ب 150 30 جنيه يعني 160 والله خمس الضعف خمس ثمن والله ب 160 شغالين ما فيش ب 300 ولا ب 400 عشان نقول اثنين زاد بص زاد حاجه الضعف مطروح الجزار على الله عم الشاعر التاجر كذلك على الله يا عم على الله سلام عليكم ايه الحياه الحلوه دي عم بالصلاه على النبي تبارك الله ايه سنها ده معلم كسر اربع دي كسر اربع ودي كسر يوز لحم العشر لا فضيه فضيه بالصلاه على النبي بس خساره يذبحوا دول بصراحه مش تبي تبي زرباوه اه ده ايوه ده شغل زرباوه يا جماعه اللي عايز يسعاها يعني مثلا جدي زي اللي المعلم الشايب ده يطلق عليهم اه وخمس شهور بقول لك اللي عايز يتواصل معايا انا برضك ماشي ما احنا ناخذ تليفونه برضه بكام دول يا معلم بالصلاة على النبي 21.5 21.5 مع بعضيهم الاثنين مع بعضيهم الثانية سنة ايه قلت لي كسر الجوز كسر الجوز ها بالصلاة على النبي هاي سنة الجوز يا جماعة يعني صغيرين يا جماعة واربعة برضه مش كبيرة يعني ايه اربعة اربعة تمام يا معلم ودي معاك؟ اه بالصلاة على النبي ايه سن الأم دي؟ معاها فردة معاها فردة تحتيها سخلة هي؟ تحتيها سخلة اهي الفردة يا جماعة اهي أول حاجة تمام يا معلم الصلاة على النبي كم دعم؟ 13 ونص اه تحتيها انتاج ما شاء الله حلو والله كم تليفونك لحد عايز توصل معاك؟ 011 25 98 4860 اسمك كريم؟ محمد ما شاء الله محمد متشكرين طلوقة يا عم اه وهي يا جماعة برضه بنوروكم الطلوقة بتاعت الجدي اهو اهو اللي عايز حياة طلوقة ويخليها عنده يا جماعة الصلاة على النبي الله أكبر عليك يا معلم آه. كده عشرت هي خلاص اه والله العظيم ما فيش واحدة توفيني الصلاة على النبي كده عشرت هي خلي بالك ايوه اطلق اطلق ده على الثاني عشان اللي ياخذهم ياخذهم عشرة يا معلم عليه الصلاة والسلام طلق الراجل ما يجيب غير الراجل بتاعتك 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 ابو الرجال والله والله منور اليوتيوب يا معلم السلام عليكم منور يا خال الله يوسع عليك دي معزة والدة ولا ايه؟ دي كسر الجوز دول عيالها ولا ايه؟ لا عيالها بعتهم عيالها بعتهم تمام دول التخين لسه ما عمي لا مؤاخذة الفيديو فصل بس الصلاة على النبي السخلة لوحديها ولا الكوم ده كله مع بعضه؟ مع بعض كامل بيع والشراء خال ولا اللي عليهم؟ اللي عليهم ايه؟ بيع والشراء 3.5 بيع والشراء؟ 123 23 يعني 2300 صح؟ 2300 الصلاة على النبي ثلاث سخيلة يا جماعة والمعز دي ايش انها؟ اه يا جماعة الدولة الفين وثلاثمية يا خال صح؟ الفين وثلاثمية؟ قطر ليانا ليانا 012 يا خال؟ 00 00 اه 8-5 1-4 7-1 اسمي كريم خال محمد محمد ماشي عم محمد عم محمد عبد حميد يا جماعه الصلاة على النبي اهو ماشي يا سنة ايه الكبيرة؟ كبيرة سنة ايه؟ كسر الجوز كسر الجوز والباقيين لبان يا جماعة الصلاة على النبي عليك يا معلم بيض ولا معلم احمد؟ بيه دولة؟ دولة 15 15 بالصلاة على النبي جديد ده الكبير ده معاه؟ لا ده معاه شان أبونا الصلاة على النبي ده جد الكبير ده جد يا الصلاة على النبي تبارك الله وهذا يا جماعة بالصلاة على النبي معانا حبل خرفان قاني برضو هو أبو حسام يا أخي لما الصلاة على النبي تبارك في سخلة الصلاة على النبي تبارك قوم يا نجم قوم يا نجم اليوتيوب تعالى الصلاة على النبي تبارك الله تبارك الله كم راس دول يا معلم؟ دول كانوا 12 اه بقوا 10 كده يعني؟ ده برا انا صراحة خليه معاهم يبقوا 11 كده 11 خلاص يبقى ما نحرمش العيشة تمام يعني الفلوس واحدة فلوس واحدة خلاص يا عمي ماشي تبارك الله ماشي معاهم يعني ماشي معاهم تمام خلينا في العشرة دول 10 ايه فلوسهم يا عمي؟ بمرض دلوقتي فصلوا ب 2000 دلوقتي دلوقتي اتفصلوا ب 2000 الناس واقفه الناس بالصلاة على النبي تبارك الله هم علم اقل من كده ايوه تبارك الصحة صحة يا عمو بالصلاة على النبي عليك لباني ومزوقين هم يا جماعة الخرفة الصلاة على النبي تبارك الله
تبارك الله ما شاء الله ماشي صل على النبي. اثنين بيشتروا ب 4000 اثنين فيهم بيشتروا ب 4000 تمام صل على النبي. لا لا ها لا بعيد لا يدوم له يستاهل والله يستاهل ودي لك كذا هات يا احمد والله بيشتري فيهم ديا كم الرقم يا معلم؟ 011 52 52 460 460 427 427 الثاني ده بكام؟ ديا 1800 شاف 1850 زي كذا والله مش تمام 1800 حق عصام هذا يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.